12th Muharram in Najaf. There's a procession that comes around every 12th Muharram. They bring all of the prisoners and corpses to this place. ابن علي ابن أبي طالب أنا ابن من انتهكت حرمته وسلبت نعمته وانتهب ماله وسوي عياله أنا ابن المذبوح بشط الفرات من غير ذحل ولا تراب أنا ابن من قتل صدرا وكفى بذلك فخرا أيها الناس أيها الناس أرشدتكم الله هل تعلمون كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق والبيعة وقاتلتموه فتبا لكم لما قدمتم لأنفسكم وسوءة لرأيكم فبأية عين تنظرون إلى رسول الله إذ يقول لكم قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي رحم الله من قبل نصيحتي وحفظ وصيتي في الله وفي رسوله وأهل بيته فإن في رسول الله أسوة حسنة ابن رسول الله نحن السابعون المطيعون أمرنا بأمرك نحن سلم لسلمكم وحرب لحربكم هيهات هيهات أيها البدرة المكرة حيل بينكم وبين شهوات أنفسكم أتريدون أن تأتوا إلي كما أتيتم إلى أبي من قبل كلا كلا ورب الراقصات فإن الجرح لما يندمل قتل أبي بالأمس ولم ينسى ثكل رسول الله وثكل أبي وبني أبي إن وجده والله بين لهاتي ومرارته في حناجري وحلقي وقصصه تجري في فراش صدري يا أمير لماذا نقتل هذا